عن جمهور النادي الأهلي، ونرجع نكمل كلامنا مرة أخرى مع حضراتكم. هو البطل الحقيقي ودائما ما يقدم ملحمة أكثر من رائعة، لوحة فنية عنوانها كلمة السر في الانتصارات. الجميع يعرفه جيدا، دائما ما يجعل مدرجات أي ملعب تكتسي باللون الأحمر. نسمع كثيرا بأن هناك قاعدة في رياضة كرة القدم تقول إن الجمهور هو اللاعب رقم 12 داخل المستطيل الأخضر، لكنهم يتواجدون في المدرج. تلك القاعدة قد تنطبق على كافة الأندية إلا مع جمهور الأهلي العظيم الذي قرر أن يحطم هذه القاعدة ويغيرها وأصبح اللاعب رقم 1. جمهور الأهلي يضرب به المثل في حب ناديه، والذي يبقى مساندا وداعما حتى سماع صافرة نهاية اللقاء في كل البطولات، ودائما ما يطالب بالمزيد من الإنجازات دوما، واقتناص المركز الأول هو الهدف لا غير. جمهور الأهلي جمهور عظيم، هو وقود الحماسة، يقف خلف فريقه في كل مكان أو زمان، يمنح اللاعبين الروح والإرادة والعزيمة، ملتزم ومنضبط كالعادة بكافة التعليمات، يشجع باحترام دون تجاوزات أو هتافات معارضة للفريق الآخر. فعلى المدرجات لا صوت يعلو فوق صوت قصة عشق بين الأهلي وجمهوره الملفت للأنظار بحضوره وأهازيجه ودعمه. ولم لا، فهو جمهور أكبر وأعرق وأقوى فريق في مصرنا الحبيبة ووطننا العربي الكبير وقارة إفريقيا، يستحق أن يرى فريقه يعتلي منصات التتويج دوما بسبب إنجازاته الاستثنائية، وهو ما نراه في أي مكان وزمان يتواجد به، ولسان حاله يقول الأرض أرضي والسماء سمائي والزمان زماني. لازم الجمهور يفتخر بالجلدة اللي احنا الحمد لله كل البطولات اللي بنخش فيها الحمد لله 90% بناخدها، وبقول ألف ألف مبروك للجيل ده. والله بنشكرهم كلهم بجد، الناس دي بتتعب وبتتعب نفسيا من الماتشات اصلا ومن الضغط، يعني احنا بيعلينا ضغط، هم ورا التلفزيون بيعلينا ضغط تاني كبير. وشرفنا النادي الاهلي وشرفنا جمهور النادي الاهلي، فانا بشكر الجيل ده، بشكر اللعيبه كلها، ودايما يا رب معانا كده وفي ظهرنا في اي مكان بنروح، ومزيد من البطولات باذن الله.